طيب تعالوا كده نروح لشبابنا بقى، الثانوية العامة. يعني ايه الثانوية؟ مش معقول يا جماعة، الثانوية العامة من أيام ما كنت أنا في الثانوية العامة، أنا نفسي لما بتيجي وقت الثانوية العامة بقى عندي نوع من أنواع القلق. يعني أنا فضلت سنين أحلم، لحقت خلص الامتحان، خلصت الورقة، بس كنت متصورة الدنيا اتغيرت. هي الدنيا اتغيرت برضو شوية، مش بنفس القلق، بس بحس ساعات إن في جزء كبير جدا علينا كعائلات. صدقوني احنا بنقلق على اولادنا كتير جدا. يعني انا لسه شايفه ام وحديثه ووعي وكل حاجه، بس برضو عندها قلق. لا طب انا مش هقف زي الناس على الباب، لكن هقف من بعيد. فيعني اللي هو فكره انه انا كمان ما بساعدش الطالب انه يخوض بقى تجربته، يعني معركه الحياه. محتاجه بقى ان احنا نعدي ده، ومش الدوله بس اللي تعديها، احنا كمان لازم نعديها. اصل يعني الدوله هتعمل اللي عليها، لكن انا كمان اعمل اللي عليا واخلق جيل كده يعتمد على نفسه. الامتحانات طبعا بدات يوم الاثنين اللي فات، وهتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو. وطبعا في وسط الامتحانات دي احنا عارفين الطلبه والاهالي زي ما قلت لكم كميه القلق والضغط. واي بيت يقول لك انا عندي ثانويه عامه، عارف اللي هو عندي بقى كابوس يعني. فتعالوا كده نسمع روشتة للطلبة والأهالي في اليوم، إزاي يقدروا يواجهوا القلق، إزاي يقدروا يتغلبوا على الضغط النفسي ده أيام الامتحانات. والله الكلام ده بنقوله كتير علشان نساعد الناس. دكتورة رشا الجندي هي اللي هتقول لنا كل الكلام، استشاري الصحة النفسية. دكتورة رشا مساء الخير. أستاذة شفقي مساء الورد على حضرتك وعلى كل اللي بيسمعونا. تصوري يا دكتورة رشا، يعني أنا لسه فاكرة في الثانوية العامة برضو لما سمعت إزاي أقدر أعديها. فأنا نفسي يجي اليوم اللي هو إيه ده، امتحانات الثانوية العامة جت وخلصت، يعني نتمنى هو ذلك. هو عادي كده. اتفضلي. بصي حضرتك، هو الأهالي وأولياء الأمور هم اللي محتاجين يشتغلوا على نفسهم. صحيح. بصراحة يعني. طيب تعالي نقسم الاستشارة، جزء للأهالي وجزء للطلبة. طيب هو أول حاجة خلينا نبدأ بالأهالي، لأن لو الأهالي اشتغلوا على نفسهم وكانوا هم طبيعيين معتدلين سواء في مشاعرهم او في افكارهم تجاه المرحله دي، ده اوتوماتيك هينتقل لجو البيت وبالتالي هيتنقل للطالب. لكن مهما الطالب اشتغلنا عليه والاهل مش كده، او البيت اللي هو عايش يذاكر فيه مش كده، بيأثر عليه بالسلب برضه. فاول حاجه لازم الاهل نفسهم، يعني ده بنسميه علم النفس المعرفي، لازم ولي الامر يبقى فاهم انه مش بالكليه اللي ابنه او بنته بيدخلوها. لان انت ممكن تدخل كليه بتاخد من مجموع عالي جدا بس ابنك يطلع فاشل فيها والعكس. فلازم انت التارجت في بالك ان انت عايز ابنك يدخل الكليه يبقى ناجح فيها، يبقى علمه فيها علمه ينتفع به. فهي والتقسيمه اللي مقسمينها الناس ان دي كليه قمه ودي مش كليه قمه، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش وظيفه في الدنيا مش مهمه، كل الوظائف مهمة، المهم ان انت تنجح في الحاجة اللي انت دخلتها. دي رقم واحد. رقم اتنين، عايزينهم ان هم يهيئوا الجو في البيت، ان ما ينفعش مثلا في ايام امتحانات يبقى في خناقات في البيت او في طاقة سلبية، اب وام بيتخانقوا او يحملوا الطالب ده فوق طاقته، ما يحصل له تشتيت. ولو حتى يعني في ايام الامتحانات المفروض ان انا بريحه من الاعباء الثانيه، يعني بخلي كل طاقته رايحه للمذاكره. مثلا لو هو عايز مساعده من اخوه، من حد، ان يساعده في حاجه، يغسل قميصه، يرتب له حاجه، معلش يساعدوه، يعني ما حبكتش ان هو طاقته تروح في حاجات ثانيه في وقت الامتحانات. تمام. دي رقم واحد. رقم اثنين مهم قوي، ان ما ينفعش اليوم كله يبقى مذاكره حتى لو عندي امتحان، لان عقلي هيستوعب لفتره وستوب. فأنا لازم يبقى في فاصل للطالب اللي بيذاكر. أيوة. الفاصل ده يعمل فيه حاجة ترفيهية. انت عارفة حضرتك العلم بيقول أيوة، اللي هو مش هيخلص الامتحان تعالى نام قوم يلا ذاكر المادة اللي وراها. ما ينفعش العقل كده مفصلش، فمش هيعرف يستوعب الجديد. هو لازم ياخد كفايته طبعا من الأكل والشرب والنوم الصحي، ولازم يبقى فيه ترفيه في النص، يعني يذاكر شويه وبعدين يفصل. ممكن الفصله دي ينزل يخرج شويه ويرجع يتمشى على النيل، مش هيحصل يشرب حاجه حاجة خالص. عادي. صحيح. تمام. انا كنت بشوف اولاد يتخانقوا مع اهليهم، انا هخلص مثلا واروح السينما او هقعد في البيت اتفرج على فيلم، فيقولوا فيلم وانت في الثانويه العامه، عارفه اللي هو بقى بالظبط.
ما هو ده بقى هنا الغلط اللي بيعملوه الاهالي، لان هم لازم يفهموا السيكولوجيه. اساسا العقل البشري ليه طاقه، صحيح. هو ممكن يقعد قدام الام 10 ساعات على الكتاب، بس هو مستحيل عقله هيفضل ياخد معلومات 10 ساعات ورا بعض، مستحيل. ده صحيح. حضرتك عارفه في علم المخ والاعصاب يقول لك من 15 ل 20 دقيقه وريح شويه وبعدين ارجع تاني، تخيلي بقى هم بيقعدوهم قد ايه، فده غلط جدا. وفي نقطة كمان حضرتك يا أستاذة شفقي، هم أساسا الولاد دول وصلوا للامتحانات هلكانين، لأنهم بادئين المصيبة الكبرى بقى، بادئين دروس خصوصية من ما كانوا في الأجازة قبل كده. فهو ضغط ضغط ضغط، فهو بيبقى الطالب وصل لمرحلة بيبقى هو يعني هو مكدس بكل حاجة. صحيح. تاني حاجة برضو مهمة قوي للأهالي لازم ياخدوا بالهم منها وللطلبة بقى كمان، ما تقلدش حد في طريقة مراجعته أو مذاكرته. ربنا خلقنا بفروق فردية، في ناس بتعرف تذاكر لوحدها، في ناس بتعرف تذاكر في وسط مجموعة، طالما المجموعة طبعًا. دي بتذاكر كل واحد ليه طريقة في استيعابه، في ناس بتذاكر بصوت، في ناس لأ، في ناس بتستوعب أكتر أثناء النهار لما تذاكر، وناس بتستوعب أثناء الليل. فالمهم أيوة. ان انت تفهم طبيعتك، طبيعه مخك، امتى الطريقه اللي بيستوعب بيها وتعملها، ما تقلدش حد. صحيح. تمام. كل واحد يستوعب بطريقته بالضبط. يعني نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وان هم يعدوا، وان باذن الله تبقى يعني امتحانات عليهم يعني هاديه وسريعه، نتمنى ذلك، وعلى البيوت اكتر، وإن شاء الله يعني يقدروا يحققوا اللي هم بيتمنوه بعد المجهود الكبير. دكتورة رشا الجندي استشاري الصحة النفسية، أشكرك شكرا جزيلا. يعني خلينا كده نقول إنه يعني الصورة وإحنا بنتفرج على الثانوية العامة كمية الأهالي كتيرة الحقيقة اللي بيبقوا موجودين. أنا عارفة القلق، وأنا عارفة فكرة إنه أنت بتقول إنه دي سنة محورية، هي محورية بس كمان آليات السوق تغيرت، فما تقلقش نفسك قوي، لأنه ده لسه عنده كمان 4 سنين هيدرسهم في جامعة أو هيكمل، ولسه هيشوف السوق، فعمر ما هتبقى الثانوية العامة أبدا نهاية المطاف. نتمنى إن شاء الله الهدوء ليكوا والنتيجة تبقى أفضل.